السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي أحبائي الكرام، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما. معكم ممدوح مصطفى من برنامج عشاق مقارنة السيارات، عامل لكم فيديو جديد. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك الجميلة بتاعتك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. هنتكلم النهاردة عن هيونداي نيو أكسنت 2021 بالمختلف الفئات بتاعتها. العربية بتنزل بخمس فئات، سعة المحرك هو 1591 سي سي، 16 صباب 4 سلندر، قوة العربية 123 عند 6300 لفة في الدقيقة. أما العزم الأقصى للدوران فهو 151 نيوتن متر عند 4850 لفة في الدقيقة. ونظام الدفع هو دفع أمامي. بالنسبة لاستهلاك الوقود في 100 كيلو 7.4 لتر في 100 كيلو. نظام حقن الوقود هو حقن مباشر، وسعة خزان الوقود 45 لتر. بالنسبة للوقود المفضل لاستخدامه في العربية فهو 92. أما نقل الحركة بينزل أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات. العربية بتنزل بشنوط صلب في الثلاث فئات الأولانية 15 بوصة، أما في الفئة الرابعة بتنزل جنوط رياضية 15 بوصة، أما في الفئة الخامسة جنوط رياضية 16 بوصة. بالنسبة لمقاس الكاوتش في الثلاث فئات الأولانية هو 185 65 ار 15، أما الفئة الرابعة هو 185 65 ار 15، أما في الفئة الخامسة 195 55 ار 16. الطول الكلي للعربية 4 متر 440، والعرض الكلي متر 729، والارتفاع الكلي متر 460، أما قاعدة العجلات هي 2 متر 600، وارتفاع السيارة عن الأرض هو 150، سعة الشنطة الخلفية 480 لتر، أما وزن السيارة فارغة هو 1186 كيلوغرام. نظام التعليق الأمامي هو ماكبيرسون، ونظام التعليق الخلفي تورشيمبين، والعربية تنزل فرامل أمامية ديسكات والفرامل الخلفية درام. العربية بتنزل فيها فرامل مانعة للإغلاق اللي هي الـ ABS، موجودة في الثلاث فئات الأخرانية الفئة الثالثة والرابعة والخامسة. نوع توزيع الإلكتروني لقوة الفرامل الـ EBD موجود في الفئة الثالثة والرابعة والخامسة، مش موجود في الفئة الأولى والثانية طبعا. وسائد هوائية للسائق مش موجودة في الفئة الأولى ولا الثانية، لكن موجودة في الثالثة والرابعة والخامسة. وسائد هوائية للراكب الأمامي مش موجودة في الفئة الأولى ولا الثانية، لكن موجودة في الفئة الثالثة والرابعة والخامسة. نظام الحماية ضد السرقة الامبولايزر موجود في الخمس فئات. كاميرا خلفية مش موجودة في الثلاث فئات الأولانية، موجودة في الفئة الرابعة والخامسة فقط. حساسات ركن خلفية مش موجودة في الثلاث فئات الأولانية، لكن موجودة في الفئة الرابعة والخامسة فقط. قفل مركزي للأبواب سنتر لوك موجود في الخمس فئات. ريموت كنترول موجود في الخمس فئات. إضاءة متتالية للإشارات بضغطة واحدة موجودة في الخمس فئات. إضاءة نهارية مستمرة ليد مش موجودة غير في الفئة الخامسة فقط. باور ستيرنج حساس للسرعة موجود في الخمس فئات. عدادات مزودة بشاشة 3.5 بوصة موجودة في الخمس فئات. عجلة قيادة متعددة المهام موجودة في الخمس فئات. مثبت سرعة مش موجود غير في الفئة الرابعة والخامسة فقط. راديو اف ام و اي ام و ام بي 3 موجود في الخمس فئات. وحدة صوت مع شاشة 7 بوصة مش موجودة في الفئة الأولى، لكن موجودة في الأربع فئات الباقيين. بلوتوث موجود في الخمس فئات. العربية بتنزل فيها 4 سماعات في الأربع فئات الأولانيين، أما الفئة الأخرانية بتنزل ب6 سماعات. مخرج إيو إكس موجود في الخمس فئات. مخرج يو إس بي مش موجود في الثلاث فئات الأولانية، لكن موجود في الفئة الرابعة والخامسة. مصابيح ضباب أمامية موجودة في الخمس فئات. مرايات كهربائية موجودة في الخمس فئات. مرايات مزودة بإشارات جانبية موجودة في الخمس فئات. إمكانية طي المرايات الجانبية كهربائيا مش موجودة في الثلاث فئات الأولانية، لكن موجودة في الفئة الرابعة والخامسة. حساس إضاءة أوتوماتيكي موجود في الفئة الخامسة فقط. مصابيح إضاءة أمامية هالوجين موجودة في الخمس فئات. مصابيح أمامية مثلثة للإضاءة موجودة في الفئة الخامسة فقط. إضاءة عند المنعطفات موجودة في الفئة الخامسة فقط. إضاءة ليد خلفية موجودة في الفئة الخامسة فقط. شبكة أمامية من الكروم موجودة في الخمس فئات. حزام كروم خارجي للأبواب مش موجود غير في الفئة الرابعة والخامسة فقط. ولاعة وطفاية سجائر موجودة في الخمس فئات. عجلة قيادة قابلة للإمالة موجودة في الخمس فئات. مراية داخلية ذاتية التعتيم موجودة في الفئة الرابعة والخامسة فقط. زجاج خلفي داكن اللي هو الفامين نازل من الفابريكا موجود في الخمس فئات. تكييف هواء يدوي موجود في الخمس فئات. تكييف هواء اوتوماتيكي ومنقل الهواء موجود في الفئة الخامسة فقط. فتحة سقف كهربائية مش موجودة غير في الفئة الثانية والفئة الرابعة والفئة الخامسة. لمبة قراءة أمامية موجودة في الخمس فئات. حافظة نظارة شمسية موجودة في الفئة الخامسة فقط. شماسات بمرايات موجودة في الخمس فئات. فرش فاخر للمقاعد موجود في الخمس فئات. مقود وناقل حركة مكسوب الجلد موجود في الفئة الرابعة والخامسة فقط. تعديل كرسي السائق في 6 اتجاهات موجود في الخمس فئات. مسند يد أمامي وصندوق تخزين موجود في الفئة الرابعة والخامسة فقط. مسند يد خلفي مع حامل أكواب موجود في الفئة الرابعة والخامسة فقط. نتنقل لأسعار العربية هيونداي أكسنت 2021
اتش سي اي جي ال 1600 سي سي 252 الف جنيه، هيونداي اكسنت 2021 اتش سي اي جي ال اس ار 1600 سي سي 265 الف جنيه، هيونداي اكسنت 2021 اتش سي اي جي ال داب اي بي اس 1600 سي سي 275 الف، هيونداي اكسنت 2021 اتش سي اي هاي لاين 1600 سي سي 302 الف جنيه، هيونداي اكسنت 2021 اتش سي اي توب لاين 1600 سي سي 327 الف جنيه. وكده اكون وصلت لنهايه الفيديو، واذا عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك الجميله بتاعتك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.